قال لك في تسريب امتحان للغة العربية، قال لك خد بالك في بعض المحافظات، وده اللي قالته السوشيال ميديا، الجملة اللي كلنا دايما نحتار فيها، قال لك مين بيقولوا اللي هم مين؟ ناس. دلوقتي عرفنا الإجابة، الإجابة دايما هي إن السوشيال ميديا بتقول ده حصل 1 2 3 4. طب السؤال، وهو حصل تسريب للامتحان؟ طيب مش لما بيحصل تسريب للامتحان ده معناه إن الامتحان هيبقى في إيد الناس؟ طب هو فين؟ فواحد يروح مطلع لك ورقة مطبوعة أو حاجة جاية له على الواتساب أو مش عارف إيه جاي له على رسالة جاية له على الإيميل ويقول لك هو ده الامتحان. طيب خد بالك برضو الأخوان بيشتغلوا إزاي؟ يجي تاني يوم بقى في امتحان الصبح فيطلع حاجة تانية خالص، ويقول لك على فكرة ده هو كان متسرب بس الوزارة لحقت نفسها ونزلوا نسخة. بالمناسبة ده معناها إن الوزارة برضو شاطرة. يعني إذا افترضنا لا قدر الله إنه حصل تسريب لأي امتحان في الدنيا مش بس في مصر، والوزارة المعنية بهذه الامتحانات في أي بلدة من بلدات الدنيا الواسعة لحقت تتدارك الموقف وحطت امتحان تاني بديل ونزلته عشان الولاد يمتحنوا فيه، يعني هي تداركت الموقف، يبقى دي وزارة عندها إدارة أزمات. شوف بقى لحد فين. طيب السؤال بقى، إيه هو سر الزياطة بالتعبير الدارج؟ الزياطة ناس بتزيط، هو ما عرفوا يسربوا الامتحان. انت بتبقى فرحان في الايه؟ ما ده بس انا نفسي اعرفه. فرحان ان الامتحان اتسرب فانت ابنك هينجح بالغش على راي مزاجنجي محمود عبد العزيز الله يرحمه يا رب في فيلم كيف بالدهلكه؟ يعني ابنك هيطلع طول الله في برسيمه، انت فرحان في كده؟ يعني ده شيء بالنسبه لك رائع؟ ده بكلمك بجد رائع، يعني انه ابنك يتسرب له الامتحان او يحصل على نسخة مسربة ويخش الامتحان يرصها، انت كده كسبان حاجة؟ ابدا، ابنك طول الله في برسيمه. فبيبقى دايما ايه سر الزياطة؟ نهينا عن انه مفيش حاجة تسربت. طب عرفت منين؟ تعالوا نعرف مع بعض على رأي ابراهيم نصر الله يرحمه. ما تيجوا نشوف، ناخد معانا على التليفون صديقنا وزميلنا العزيز الاستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. اهلا بيك يا شادي. اهلا بيك يا استاذ يوسف، تحياتي ليك. عامل ايه يا دكتور؟ كله تمام الحمد لله. قال لك الامتحان اتسرب، مين اللي قال لك؟ السوشيال ميديا بتقول. ما رأيكم؟ طيب. دام عزكم. طيب هو خليني بس في البداية أقول لك أستاذ يوسف إن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا خلال أيام الامتحانات أو موسم الامتحانات من بدايتها غير حقيقي. أي امتحان تم الحديث عنه إنه تم تسريبه ده أمر غير مطابق للواقع تماما، ويا إما يعني هو خلينا نفرق هنا ما بين حاجتين. كلمة تسريب بمعناها إن الامتحان طلع قبل ما يدخل الطلاب اللجنة، صح؟ وده ما حصلش. هو اللي بيتم تداوله على السوشيال ميديا إما امتحانات مفبركة أو امتحان خاص بالعام الماضي، أو إما بيتم تداول الامتحان بعد دخول اللجنة بفترة. يعني الطلاب مثلا في طلبة دخلوا بعد نص المدة في الامتحان، ففي طلاب بيخرجوا من الامتحان بيبقى معاهم ورقة الأسئلة، فبيتم تداولها بقى على جروبات مختلفة خاصة بقى بالتواصل الاجتماعي سواء التليجرام أو غيره. فطبعا ده يعني ده اللي بيحصل، وده اللي احنا بنأكد عليه، وبنأكد كمان ان يعني نرجو ان الناس بس ما تنسقش ورا الشائعات اللي على السوشيال ميديا بشكل مستمر. في رأيك ايه سر الانسياق ده يا شادي؟ يعني هنا بقى في رأيك مش بس كمتحدث، في رأيك كصحفي، ايه سر الانسياق المستمر والدائم او الفرحة بالتسريبة؟ لا طبعا يعني ده امر يعني ده بيضر بالطلاب وبيسبب ارتباك لأولياء الامور، وطبعا واحنا طبعا يعني في اجراءات واضحة وصريحة وصارمة من الوزارة بالنسبة للجان الامتحانات ودخول الطلاب ومنع دخول الهواتف المحموله. يعني في اجراءات كتيره خدتها الوزاره في بدايه الامتحانات، فبالتالي في مجهود كبير مبذول علشان خاطر سير منظومه الامتحانات بشكل كويس، ويبقى كل طالب يحصل على حقه الحقيقي فعلا في الاجتهاد والمذاكره وقياس نواتج التعلم بتاعته، وازاي ان هو يبرز مجهوده في الامتحان. كل ده يعني المفروض ان هو بيبقى واضح من خلال الامتحانات اللي بتبقى موجوده في خلال فتره الامتحانات. فبالتالي فكرة ان يتم نشر حاجة على السوشيال ميديا سبب ارتباك للناس،
ده امر طبعا مش كويس يعني. الله ينور عليك، انت قلت دلوقتي جملة من ذهب، الهدف هو قياس قدرة التعلم لدى الطالب من خلال الامتحان. ليه طول الوقت في بعض اولياء الامور، مش هقول بقى اغلب، هسميها بعض والامر لله، كل اللي يهمه ان العيل يجيب درجات مش انه يفهم ويتعلم؟ بص استاذ يوسف، يعني احنا من بدايه العام الدراسي وكان في طبعا تصريحات وتوضيح من دكتور رضا حجازي للهدف الرئيسي من العمليه الدراسيه او المنظومه التعليميه، وهي قياس نواتج التعلم. أيوة. قياس قدره الطالب على الفهم وتوسيع مداركه والابتعاد عن فكره الحفظ والتلقين. صح. وده الهدف الاساسي اللي احنا مركزين عليه من بدايه العام الدراسي. فبالتالي يعني اي اساليب او اي طريقه تانية بيتم استخدامها عشان خاطر بس فكره ان الطالب يبقى داخل هو عايز يحط مثلا او يجاوب على قد اللي حفظه او اللي تلقنه من المنهج الدراسي، هو ده مش هدف الامتحان بس، هو الهدف كمان قياس قدرته على الفهم. مظبوط، 100% مظبوط. انا بشكرك جدا 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 زميلنا العزيز استاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.